لكم فيديو جديد من قناتي اسراء بلاي. اليوم بهذا الفيديو راح نلعب لعبة VKXT وبالتحديد اللي طبعا انا اوريدي دخلت على اللعبة وشفت التحديث، لكن قلت ليش لا ما اشارك معكم يعني هيك انه ايش صاير بهذا التحديث الجديد. اوكي قبل ما بلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة وحطوا كمان لايك، تفعلوا عشان اصير انزلكم يوميا اسويكم هيك فيديوهات قصيرة وكل شيء. اوكي بس هلا يا جماعة خلي انه نبلش. اول شي راح اسويكم هيك جولة بهذا التحديث الجديد. طبعا اول شيء هو موجود هذا البيت الجديد. اوكي ثاني. اوكي طبعا يا جماعة في هذا البيت الجديد اللي هو طبعا راح افرجيكم هالايام داخل كثير صعب انه نرتبه، اشي كثير صعب. ليكو كيف كبير، او ماي جاد واو، شفتوا هيك كيف حلو. المهم هيك الارضية وكل شيء. اوكي فاتمنى يا جماعة منكم هلا تحطون لايك. اوكي فبليز لايكات عشان انه يرجع التفاعل يصير نسيكم اكثر. هلا كمان يا جماعة نفجيكم انه تاني صاير في بدلة جيمر، شفتوا يا جماعة انا كثير متحمسة عشان راح اشتريها. او ماي جاد لكو كيف حلو. طبعا فيها لكو فيها هون هاي تبع الالعاب، فيها هيدفون، كمان فيها يا جماعه باج، وكمان فيها تابلر، كمان فيها هذا فكتير باهر. خلينا نفوت ونشتري. اوكي واو هيدفون، شعر جو اوي جنن. ايه كثير جنن. واو اعطوني كل هدول الشغلات على فكره. اوكي خلينا نشوف يا جماعه شو الستيكر اللي اعطونا. اوكي سي كومبلي. اوكي شكرا، يعني غومبلي تون ساك دو دوبجي، يعني لازم انه نملئ هاي، عرفتوا هاي امتلأت 51. لازم نحذف شغلات كده حمسح هاي. اوكي هلا يا جماعه رح فرجيكم ليكو وين اللي اعطونا اياها جديده. ثواني خلينا نجرب. او ماي جاد ليكو هلا صاير فينا انه نلعب بهاي. شوفوا ما بعرف صراحه شو اسمها بلهجتكم، لكن كثير بجنن. اعتقد ما بعرف صراحه شو اسمها بلهجتكم يعني اي دون نو، بس بغربيه بهيك. فانتوا قولوا شو اسمها بلهجتكم اذا كنتوا عم تحضروا هالفيديو اصلا. انيويز ليكو يا جماعه كيف فليكو هالشخصيه تبع بتلعب VKXT. خلي لكم نجرب التابلر كيف شكله. اوكي هذا هو التابلت. اوه كثير كبير، بحب تابلت كثير، لكن انا ما عندي تابلت بحقيقه يا عمي. اصلا موبايل بحسه احلى من التابلت لانه بنقدر فيه نسوي فيه اشياء اكثر، خاصيات اكثر من عرفتوا. اوكي هلا اجمع لكم هيك. او ماي جاد كثير حلو. لو يضيفوا كمان كمبيوتر، كمبيوتر موجود، لكن يعني لو هيك يضيفوا كمبيوتر نقدر نحمله يعني لابتوب هيك. انيويز هلا اجمع خلي نشوف هون ايطان، خلينا نشوف ايش صاير جديد. اوكي لبس وهدول العاب واشياء جديده رح تكون موجوده بالايطان. شكرا 200 كوين. طبعا هدول الاشياء رح تكون موجوده بالتيكت شوف. فهلا رح نروح اول شيء خلينا نلبس اللبس الجديد اللي عطونا. خلي اسوي هلا شخصيه حلوه. اوكي رح اسوي شخصيه باللي بدي اياه، رح اسوي هذا الشعر الجديد الكيوت. ماي جاد اتس سو كيوت. اوكي يعطيك اياها سؤال. اوكي اوه اوه ماي جاد نسوي معاها هاي. هاي استراحة. اوكي I'm gonna take just this. ليكو هون تاتو مرسوم هيك القلب، بعرف اذا تاتو او اشي زي هيك، لكن اتس اوكي كثير بجنن. اوكي في كمان هاي الجلوفز، ما حبيتها لكن اتس اوكي رح نلبسها عشان تحتي جديد. كمان هاي الشغلة جديدة. او ماي جاد اوكي هدول التارات قديمة اصلا. اوكي هلا رح نشوف الباك. اوه اتس سو كيوت يا جماعة، خلينا نحفظها هون. اوكي رح نحفظها نسوي هون ريبلاس. اوكي ريبلاسي بالفرنسية. ليكو اللبسة كيف طلعت، بتجنن كيوت كيوت كيوت. رح احمل معي التابلت تبعي ويلا ليتس جو. فكرة خلينا نشوف اذا ضافوا ستيكرز جديدة لانه ما شفت صراحة. ما عرفوا ما عرفوا. على فكرة يا جماعة بدي اياكم هلا تحطون لايك يلا ولا اطلع لكم بالليل زي الوحوش. ها
امزح لكن بليز اشتركوا وحطوا لايك. اوكي خلينا نفتح ستيكرز هون عندنا شكله. Il y a toujours une première fois. Oui, il y a toujours une première fois. Supprime un objet d'autant sec pour la première fois. Oh, for your first time. Ok. Guys, ليكو طبعا هون يا جماعة ليكو. هذا البيت هون فيكم ممكن تشتروه. إذا بدكم إنكم تاخذوا فيه جولة تاني. بدكم تاخذوا فيه أو لا مو هيك. إذا بدكم تاخذوا فيه جولة قبل لا تشتروه. فيكم انكم هون تكبسوا لانه تدخلون على البيت صح؟ لكن بالنسبة لهذا البيت تاني اوه ما بنقدر ندخله اوش اوه لا ما بنقدر لا ما بنقدر كنت عم ظن انه بنقدر لكن اتس اوكي انه يسمع علينا تاني يا جماعة لكم. اوه هاي هي اللبسة طبعا اللي انا حاليا لبسيتها شفتوا هاي هي. وكمان فيكم انكم تشترون للاولاد طبعا هاي نفس اللبسة لكن فيكم انكم تغيرون تواني افرجيكم البسها ولا لا انا رح البس كمان لبسة هيك الاولاد افرجيكم اياها يعني عادي كمان فيهم البنات يلبسوا هاي هي لبسة الاولاد لكن بالنسبة للشعر اكيد بتحطوا اللي بدكم اياه اولاد. بالنسبة للهيدفونز كمان ثواني رح افرجيكم لبسة للاولاد اللي بده اوكي ثواني رح اسوي اول شي تسريحة ولد ورح هيك بفرجيكم اوكي ما بتلبسوا الباج ها فيكن هيك تلبسوا اشي مثلا هاد فيكن تلبسوا هاد والهيد فونز كمان مو مناسبين شكل الاولاد لهيك فيكن انكم تلبسوا مثلا تاني لا مو هدول لا ابدا يعني فيكن انكم تلبسوا اه بس انا هيك بنصحكم اني شو بدكم تلبسوا سرعي كتير حبيت اه هدول الاثنين كتير حلو انيويز فيكن تلبسوا هذا مثلا شفتوا هاي شخصية بنت انيويز هلا رح ارجع لشخصيتي البنت تاني هاي رجعتها كتير يا جماعة كيوت هلا ليكو طبعا ضافوا هذا المكان وكمان رح فرجيكم صندوق سري مع انه اجينا لهون فزي ما قلت لكم انه رح فرجيكم صندوق سري فا اوكي طبعا يا جماعة بتاخدون هون مشروب طاقة طبعا حابة اقول لكم اشي جايز ليكو طبعا هذا الفي اي بي ستور نقلوه هون شفتوا جنب المدرسة رح اخذ مشروب طاقة وين مشروب طاقة اه هيو طبعا يا جماعة اول شي بتشربوا مشروب طاقة بعدين بوم بتنطوا هون بتنطوا اه ثواني بتنطوا ترى هي الصندوق السري فرح احاول اني هون اخذ صورة للصندوق السري لانه هون هيك كتير ظاهر منيح انه انا كنت صورته قبل بالليل لكن هيك احسن اوكي هيك اوكي هلا رح ناخذه يا جماعة هي اخذنا يا جماعة الصندوق السري اخذنا الصندوق السري anyways هلا يا جماعة نروح على هذا شو اسمه هذا الروبوت عشان هون فينا انه نلعب فليكو رح نحكي اول شي مع هذا العمو اوكي نشوف شو رح يقول rien nouveau les classiques pas vrai oui c'est vrai que dirais-tu de jouer de bons vieux jeux d'arcade toujours aussi généreux oui amuse-toi en jouant à XD Falcon ou à P XD Turbo Rush ok thank you هاني يا جماعة فيكم انكم تشترون تابلت تاني لا ما بقدر هلا حاليا كل مرة جاي ان شاء الله فانا هلا لحتى ما اطلع عليكم الفيديو يعني خلي العب هاي تاني اوكي هاي رح فرجيكم يا او ماي جاد يعني هلا يا جماعة صاير فيني نلعب هدول فرح حاول اني العبها مرة واحدة اوكي طبعا بدي اغير هذا شكله فرح احطه ازرق فاتح حبيته اوكي هلا رح نكبس على بلاي رح نبلش طبعا هاي اللعبة رح نضغط على اوكي رح نضغط عليه ونضل هيك يا عم نط اوكي طبعا لعبة سوس ما بعرف عن جد شو اسمها الحقيقي لكن اوكي طبعا انا مو شاطرة ابدا فيها فتوقعوا مني الخسر خسر ما بعرف شو بدي بس اوكي رح نلعبها كمان مرة وبعد هاي رح نروح عشان نلعب لعبة الريس يعني السباق كثير يا جماعة السباق كيوت رح يعجبكم كثير متأكدة اوكي اول مرة هون بوصل لهاد ليفل تمام لما العبها هون ببيكي اكس تي اخسر عن جد اب 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 لا كاس حطمت الرقم القياسي لاول مره رقم قياسي هيك ايه كثير حلو
anyways هلا ضاي معنا مرتين عشان نلعب. فهلا رح نلعب يا جماعه بالسباق، رح فرجيكم يا لك. اول شيء هون بتجلسوا هيك بتلعبوا هذا. اوكي 3 2 1. طبعا هون الشرط انه مو لازم ولا السياره تصطدمكم، فمثلا هي السياره جايه فاحنا لازم انه نهرب. شفتوا هي ما اصطدمتني، هلا جايين سيارتين فمو لازم انهم يصطدموني هدول السيارات. هي السياره جايه من هون، صير انا رح اجي هون. لا 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 هيك اوكي، هي ما صدمتني. اوكي هي السياره جايه عندي. اوبس اوكي هي السياره. اوب لا 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 الحمد لله. اوكي هدول في جايين يا جماعه سيارتين. اوكي دان تراتو لا الحمد لله. اوكي 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 اصطدمت سياره. اتس اوكي اسرح. هلا رنا هلا هلا ما في كنت لعبة اكثر. اوه اعطوني 10. كم هي فرجيت لكم يا جماعه هدول، رح فرجيكم اخر شيء الموجود بهذا التحديث الجديد. طبعا فرجيت لكم كل شيء. اوكي هدول الشغلات اللي ضافوا اليوم بهذا التحديث، كمان انه صاير فيكم هون تعطون على اشياء جديده، هون صاير فيكم هون انكم تشترون. اوه انا غنيه عندي 980. اوكي رح نشتري شغلات، فانصحوني شو بدكم يعني اني اشتري بالتعليقات، لكن لا تنصحوني خلص لا رح اشتري. فانصحوني انصحوني ما بعرف، لكن اوه هاي حلوة. لكن انا عندي بس 900 فلازم اكون ذكية، رح اشتري ب 402 عرفتوا. اوكي رح نشتري طوانا، رح اشتري هاي ورح اشتري هاي وخلص. خلصوا خلصوا خلصوا. anyways بس يا جماعة اعتقد هيك رح نخلص هاي الفيديو. طبعا فرجيت لكم اليوم كل شيء بالتحديث الجديد، بس اتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو. بس والله حبكم كثير كثير كثير، اشتركوا بقناتي ولا تنسوا اني كثير بحبكم، حطوا كمان لايك بليز يا جماعة عشان اضل انزلكم هيك يوميا. وبس احبكم كثير، ولا تنسوا رح اصبغ شعراتي بالاسود ها عشان يصير بيشبهني بالحقيقة، لانه انا هيك شعراتي بالحقيقة، بس شعري كثير طويل بالحقيقة ولونه اسود فرح اصبغه. بس يا جماعة احبكم كثير وباي، اشتركوا حطوا لايك. بس باي 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 باي